طابت أوقاتكم البداية مع العناوين. اللجان المشتركة وافقت على تقريب موعد الانتخابات ولبنان القوي تحفظ. الرئيس عون أكد لعبد اللهيان دعم لبنان لجهود تعزيز التقارب بين دول المنطقة. وجدل المحروقات إلى الحسم، فهل تصدر التسعيرة غداً؟ الثانية والربع بتوقيت بيروت، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb ومن خلال فيسبوك وتويتر. البداية من المجلس النيابي، حيث وافقت اللجان المشتركة على تقريب موعد الانتخابات إلى 27 آذار مع تحفظ كتلة لبنان القوي. للمزيد تنضم إلينا الزميلة جويس نوفل. إذن جويس، يعطيك العافية، أبرز ما تم طرحه باللجان المشتركة حول الانتخابات النيابية هو موعدها، طبعا بالإضافة إلى عدة نقاط حول الاستحقاق النيابي 2022. ماذا في التفاصيل وماذا عن موقف تكتل لبنان القوي؟ باميلا، يعني بالفعل جلسة اللجان المشتركة يلي عقدت اليوم وكان البند الوحيد على جدول أعمال، خليني أقول، والانتخابات النيابية المرتقبة ويلي ينتظرها الداخل والخارج على حد سواء، يبدو أنه نقاشات يلي دارت فيها كانت نقاشات جدية بحسب كل الكتل النيابية. وبالنهاية يمكن القول أنه القانون الحالي جرى بعض التعديلات التقنية واللوجستية عليه، ولكن إن كان ما يتعلق بتصويت المنتشرين، اقتراع المنتشر، وحتى ما هو ملحوظ في هذا القانون، أي المقاعد الست للمنتشرين، يعني أن ينتخب المنتشرون نواب من الموجودين خارج لبنان والمنتشرين في القارات الست، هذا القانون بقي على حاله حتى الساعة، يعني لم يكرس هذا الموضوع، ولكن بالوقت عينه لم يتم تعديل أي من هذه البنود في انتظار، خلينا نقول، الهيئة العامة التي من المتوقع أن يكون هناك جلسة لها بعد بداية العقد العادي، يعني بعد 15 تشرين الأول، أول ثلاثاء، يعني متى يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى هذه الجلسة. هذا كان موضوع أساسي في هذه النقاشات. كان هناك حديث أنه البعض لا يرغب بهذا الموضوع، بعض الكتل أبدت اعتراضها على النواب الست، يعني من المنتشرين ومنهم كتلة الجمهورية القوية وأيضا كتلة اللقاء الديمقراطي، بينما تكتل لبنان القوي يشدد على وجوب تطبيق هذا القانون وأن يتمثل وأن يكون حق المغتربين مكرس. وهذا ما شدد عليه النائب العون الذي تحدث هنا من مجلس النواب، أنه اليوم كرس حق المنتشرين، مش فقط أنه منحكيهم وقت بدنا يمكن مساعدات مالية وغيرها من الأمور وهن الرافعة للبنان، لكن أيضا ستعطى حقوق حتى الساعة. اليوم هيك كان هذا القانون يلي لم يجرى عليه أي تعديل، ولكن يمكن للكتل النيابية الرافضة أن تقوم بهذا الموضوع في الهيئة العامة. أيضا من النقاشات يلي حصلت اليوم باميلا في هذه الجلسة، جلسة اللجان المشتركة، كان موعد الانتخابات النيابية المرتقبة يلي هو كان مفروض يكون في أيار 2022. كان هناك طرح لتقريب موعد الانتخابات ل 27 آذار، وبالفعل الأغلبية في اللجان المشتركة وافقت على تقريب موعد الانتخابات ل 27 آذار. من تحفظ هو تكتل لبنان القوي، لاعتبار أنه ممكن يكون هناك محاذير كثيرة حول هذا الموضوع، إن كان ما يتعلق ب يعني الطقس، لأنه في صعوبة بالجبال بآذار أنه يكون في وصول لهذه مراكز الاقتراع، إن كان ما يتعلق بالمهل، ولكن البعض قال أنه هذا الموضوع بحث مع وزير الداخلية وأنه لا مشكلة بتقريب المهل، إن كان لوائح الشطب وإن كان التسجيل وإن كان كل هذه الأمور، بحسب ما أكد النائب جورج عدوان. ولكن تخوف تكتل لبنان القوي من هذه النقطة أوضحها النائب آلا عون. أيضا كان هناك بعض من يتساءل، هل تقريب موعد الانتخابات إلى 27 أذار بظل كل المحاذير باميلا يمكن أن يكون حجة لتأجيل
تأجيل الانتخابات أو تطير الانتخابات، يعني شو العائق لعدم إجراءها بأيار؟ كان العنصر الأساسي لا تقريبا بحسب ما أعطي من بعض النواب والكتل النيابية أنه بصادف شهر رمضان المبارك. أيضا التيار كان يطالب، وتكتل لبنان القوي يطالب بموضوع الميجا سنتر والبطاقة الممغنطة، هيدول الموضوعين كمان لم يتم إقرارهم لأنه لم يتم التوافق عليهم، وكانت هيدا من الأمور الأساسية لأكثر حرية الانتخاب وعدم يكون في يعني ممارسات وضغوط للمرشحين على المنتخبين، وأنه حتى كل شخص يكون بموقع سكنه ينتخب، ما يكون في عبء الوصول إلى الضياع و المناطق البعيدة. هذا بمجمل خليني أقول باميلا أجواء مختصرة من جلسة اللجان المشتركة اليوم بمجلس النواب. نستمع إلى أبرز ما قاله نائب رئيس مجلس النواب قليل فرزلي وأيضا عضو تكتل لبنان القوي النائب ألا عمر. فإذا انصرفنا للنقاش حول قانون الانتخاب النيابي اليوم مع التعديلات، جرى التصويت من اللجان المشتركة بأكثرية كاملة بأن لا يصار إلى النقاش بأي تعديل نتيجة الإصرار على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها والاقتصار على البحث في قانون الانتخاب المعمول به حاليا والذي بعتقد رقمه 44 عام 2017. هذا القانون وقت أقر بقاؤه كما هو انصرفنا إلى دراسة النقاط بندًا التي تحتاج إلى تعديل، ومعظم هذه النقاط كانت لها علاقة بقضايا تقنية ومهل. ليش مهل؟ لأنه جرى توصية من السادة النواب بأكثرية إلى معالي وزير الداخلية الذي له حق الاقتراح لإنتاج المرسوم بتعيين موعد إجراء الانتخاب، وتم الاتفاق من الأكثرية أكرر على أن يكون تاريخ الانتخاب ب 27 أذار. ما أهم ما تم تأكيده اليوم هو أنه حق المغتربين تكرس. النقاش يلي فعلا بيستحق بس أنه ينحكى من دون تشويش ومن دون من أي أحد، نسمع كتير أصوات وكأنه في ناس بدها تحرم المنتشرين أنه يصوتوا على 128 نايب أو لا، مش صحيح. اليوم اولا ما في ولا لبناني بيصوت ل 128 نائب، كل واحد بيصوت بدائره، كل واحد بيصوت لعدد محدود من النواب. فاذا اليوم المنتشرين بيصوتوا مثلهم مثل غيرهم لعدد محدود من النواب. بيبقى السؤال المركزي، هل يا ترى الافضل تمثيل المغتربين بنواب للاختراب او هن يصوتوا لنواب محل قيدهم؟ وهذا نقاش حاصل بكل العالم، وفي دول عريقة وديمقراطيات عريقة معتمدة هذا الشيء مثل فرنسا وإيطاليا وبرتغال وغيره من البلدين يلي بيعتمدوا فكرة أنه يمثلوا المغتربين بنواب للانتشار، بيعتبروا أنه هودي ممكن يحملوا همومهم أفضل ويجيبوا صوتهم على لبنان، وأنه هموم المغترب قد تختلف عن هموم هيدا نقاش. هذا لا يعني من عنده هالفكرة معناتها هو عم ينتقص من صلة المغترب مع لبنان، بالعكس عنده وجهة نظر انه هيدا بيحمل هم الاغتراب الى لبنان وقد يكون اقرب. صحيح المسافات كبيرة وصحيح بتطلب امكانيات كبيرة، انما بالاخر هيدي وجهة نظر وتعتمد بكذا بلدين، ونحن من يلي منلاقيها مناسبة. نحن مع الاحترامنا الكامل ولكل خصوصيات إخواننا المسلمين في شهر رمضان، وأكيد متفهم يعني القيود يلي بينتج عن الصيام، ولكن اعتبرنا أنه تقريب الانتخابات إلى أدار عملية فيها كمان محاذير أخرى إلى علاقة بظروف المناخية خاصة في المناطق الجبلية، إلى علاقة في جهوزية ل تحضير الانتخابات وما قد يؤثر على عملية الجهوزية الانتخابية خاصة كمان في الخارج وغيره. فلهذه الأسباب عم نعتبر أنه أريح وأفضل للكل كرمال هالجهوزية وكرمال عمليا يعني يكون في الوقت الكافي لتحضير هالانتخابات أنه تحصل بأيار بكل بساطة على قد حجم الموضوع.
لهذا السبب كان عندنا رأي نحن مختلف فيما يخص تقريب وجهة تقريب يعني موعد الانتخابات، وهذا الشيء اللي عبرنا عنه. وإلى قضية الكوتا النسائية في قانون الانتخاب وفق رؤية الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، تقرير غريس مخايل. قصة نضال المرأة في لبنان للحصول على كامل حقوقها على الصعود كافة يحتذى بها، فهي لم تتهاون يوما في هذا المجال، واستطاعت على مر السنين من الحصول على حقوق تتعلق بها على رغم صعاب الجسام. وفي الشق الانتخابي انتزعت المرأة حقها بالاقتراع عام 1952، ليبدأ بعدها مشوار طويل في الانخراط في الحياة السياسية اقتراعا وترشحا. وبعد نصف قرن، صحيح أنه في انتخابات 2018 كانت نسبة ترشح السيدات مرتفعة، إذ سجل ترشح 111 امرأة إلى الانتخابات النيابية، غير أن 6 منهن فقط حجزن مقعدا لهن تحت قبة البرلمان. أما اليوم فاقتراحات قوانين عدة قدمت ليقرها المجلس النيابي متعلقة بالكوتا النسائية. والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قدمت اقتراح تعديل على القانون الانتخابي ليلبس النضال ثوبا جديدا له عبر إدراج كوتا نسائية. الاقتراح تعديل على قانون الانتخابات يتضمن كوتا هو تنفيذ خطة الوطنية التزمت فيها الدولة اللبنانية، تنفيذ خطة الوطنية لقرار مجلس الأمن 1325 يلي دونك بيحاكي دور المرأة ببناء السلام والأمن. هيدا القانون ضروري لأنه تنعود على ما بدي أقول تهميش، على عدم المساواة بالتمثيل على مستوى صنع القرار، وهو أسلوب مرحلة يعني، لأنه العوائق اللي بتواجهها المرأة بالانخراط بالعمل السياسي كتير أعمق، وهيدا اللي اكتشفناه من الدراسات اللي عملناها. وانا شخصيا كنت ضد الكوتا بالاول، كنت اعتبر انه هيدا تمييز على المراه، بس اللي تبين معنا انه هي مرحله ضروريه تنقدر ندعم دور نص المجتمع اللبناني بمواقع صنع القرار. بتعرفي السيدات هلا النواب بالبرلمان عددهم كثير قليل، يعني هن بحاجه كمان تيكون في كتله اكبر بالمجلس النيابي، كرمال القوانين اللي بتقر بالمجلس النيابي تكون اخذة اكثر بعين الاعتبار المنظور النوع الاجتماعي يلي هو التأثير كل قانون على كل فئات المجتمع، ان كانت المرأة اما الطفل اما العجوز اما الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة اما الإعاقة. ضروري اليوم ما فينا نحن تجربة النساء يلي هي نص المجتمع ما تكون لمصلحة بناء الوطن. نحن شفنا أنه اليوم الأزمات هن كتار، أزمة سياسية، اجتماعية، أمنية، صحية، تربوية، بيئية، اليوم ما فينا نكون قاعدين على جنب. وهذه هي تفاصيل ما قدمته الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية. أبرز نقطة قانونية طرحها قانون الهيئة هلأ هو تعديل مادة بسيطة بتتعلق بإعطاء مقاعد ل 24 سيدة، نص مسلمات والنصف الآخر مسيحيات على مختلف المناطق اللبنانية. الأهم شيء بهالقانون أنه بيضل الانتخاب على القانون النسبي، الترشح على القانون النسبي ضمن لوائح إما مكتملة أو لو كانت لوائح ناقصة غير مكتملة، والفرز فقط بيتم على مقعد الكوتا لناحية الأكثر، أي أن المرأة التي تنال الأعلى عدد من الأصوات مع سائر السيدات المرشحات على مقعد الكوتا هي اللي بتفوز بيناتهم، ودون الالتزام بالحصول على حاصل انتخابي. ومن هون رح نقدر نستفيد أنه المرأة رح تكون منع عبء على اللائحة، بالعكس رح تكون هي مجال تتربح أي حزب أو أي طرف أو أي تيار، رح تعطيه المجال أنه إذا جاب مرأة قادرة أنه تعطي أصوات، عدد أصوات أكبر، رح تربحه على مقعد الكوتا. في حال التساوي بالأصوات بين المرشحين على مقعد المخصص للكوتا، في حال تساوي الأصوات نحن قلنا أنه منروح على السيدة الأصغر سنا، وهذا كان نحن أملنا أنه ندخل الشباب
ببدء ادخالهم بالمعترك السياسي، لانه هو بكل البلدان بلشت كوتا للنساء وكوتا للشباب. يخصص من خلال الكوتا 24 مقعدا للسيدات في البرلمان، توزع على الشكل التالي: 5 مقاعد سنيه، 1 منها في دائره بيروت الثانيه، و1 في دائره رشيا البقاع الغربي، في عكار، في طرابلس، وفي المنيا الضني. 5 مقاعد شيعية، 1 منها في صور، وآخر في بنت جبيل، 3 في النبطية، 4 في مرج عيون حصبية، و5 في بعلبك الهرمل. 2 مقعدان درزيان، 1 في الشوف، وآخر في علي. 6 مقاعد مارونية موزعة على أقضية جزين، زغرتا، كسروان، المتن، بعبدة والشوف. 2 مقعدان للروم الكاثوليك في الزهراني وزحلة، و3 مقاعد للروم الأرثوذكس في عكار والكورة والمتن، ومقعد كوتا للأرمن الأرثوذكس في بيروت الأولى. نحن ما فينا نستثمر بتربية بناتنا، ونحن بنعرف قد عم بيتفوقوا بالمهن الحرة وبالجامعات، وما نستثمر من خبرتهم والمستوى التعليمي تبعهم، ما نستثمرها بحل الأزمات بإدارة البلد. هيدي صارت أولوية مطلقة. أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان خلال استقباله له عن دعم لبنان للجهود التي تبذلها الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتعزيز التقارب بينها وبين دول المنطقة، لا سيما العلاقات مع الدول العربية من خلال الحوار القائم لهذه الغاية. واعتبر الرئيس عون خلال اللقاء في قصر بعبدة أن مثل هذا الحوار يمكن أن يقرب وجهات النظر حيال القضايا المختلف عليها. ونوه الرئيس عون بالتضامن الذي تبديه إيران مع لبنان في مواجهة أزماته، وبالمساعدات التي قدمتها بعد انفجار مرفأ بيروت، محملا الوزير عبد اللهيان تحياته إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والشعب الإيراني الصديق، متمنيا لهم دوام التقدم. وقبل المتابعة مشاهدين، ننتقل وإياكم إلى وزارة الخارجية والمغتربين لمتابعة المؤتمر الصحفي بين وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب وناظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. لذلك نحن نتمنى نجاح كل المفاوضات التي تقوم بها إيران، كانت مع المملكة العربية السعودية أما مع دول 5+1 ديالنا، لأن هذه تنعكس إيجابيا، نجاحها ينعكس إيجابيا على لبنان وعلى إمكانية لبنان أن يتحرك بحرية أكثر في هذه الأزمة. وأترك المجال لمعالي الوزير حتى يعطيكم، أوكي، حتى يعطي هو رأيه تفضيل. بسم الله الرحمن الرحیم. ما گفتگوهای سازنده‌ای با جناب آقای وزیر در ساختمان وزارت امور خارجه لبنان داشتیم. در خصوص برگزاری کمیسیون مشترک بین دو کشور توافق کردیم. توافقنا مع معاليه حول انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين. پرونده تجارت و سیاحت و گردشگری بین دو کشور همواره مفتوح بوده. وكما تعرفون فإن ملف العلاقات التجارية والسياحية والاقتصادية كان وما زال مفتوحا أمام الجانبين. دو ملت علاقمند هستند به توسعه گردشگری، توسعه تجارت و رفت و آمد و احیای رفت و آمدهایی که به سبب کرونا با توقف همراه شده بود. الشعبان الصديقان والكريمان لديهما تم الاستعداد على استئناف الرحلات السياحية فيما بينهما للتعرف على المناطق الأثرية والتاريخية الموجودة في البلدين الشقيقين. هذا التبادل للزيارات الذي كنا محرومين منه طوال الفترة الماضية بسبب جائحة كورونا التي هي آخذة إلى الانحسار.
جمهوری اسلامی ایران لبنان رو دوست، شریک و متحد خود در منطقه می‌داند. الجمهوری الاسلامی ایرانی تعتبر ان لبنان هو بلد شقیق و صدیق و شریک فی هذه المنطقه. ما کاملا آماده هستیم برای ارائه کمک به لبنان برای اینکه بتواند از بحران اقتصادی کنونی با موفقیت عبور کند. و نحن على اتم الاستعداد لتقديم كل اوجه الدعم والمسانده والمؤازره الخوية إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة لمساعدتها على تجاوز المرحلة الصعبة التي تعاني منها راهنا. شركات های بزرگ ایرانی آمادگی دارند دو نیروگاه 1000 مگاواتی برق در بیروت و در جنوب لبنان در کمتر از 18 ماه ایجاد کنند. الشركات الإيرانية المتخصصة لديها أتم الاستعداد في فترة زمنية لا تتجاوز 18 شهرا من بناء معملين لإنتاج الطاقة الكهربائية بقوة 1000 ميجاوات، معمل في بيروت وآخر في الجنوب. ما این کار رو با سرمایه گذاری مشترک سرمایه داران لبنانی و با سرمایه ایرانی و نیروی و با صدور خدمات فنی مهندسی ایرانی به سرعت انجام خواهیم داد. و نحن لدينا الاستعداد الكامل لإنجاز هذا المشروع الطموح من خلال الخبرات الفنية والتقنية والهندسية الموجودة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالاستفادة من الاستثمارات الإيرانية اللبنانية المشتركة أيضا. ما معتقد هستیم در چارچوب حقوق بین الملل این حق لبنان است که با یک کشور دوست خود در این مسیر بتواند توافقنامه ای رو به امضا برسوند. البته این آمادگی ما بستگی به تصمیم مقامات لبنان داره. و نحن نعتبر انه من ابسط مفاهیم الحقوق الدولیه انه باستطاعه بلدين صديقين وشقيقين كإيران ولبنان أن يمضيا قدما في توقيع مذكرة التفاهم الثنائي في هذا المجال، ولكن بطبيعة الحال شريطة أن يلال ذلك موافقة الجانب اللبناني. آمادگی داریم در صورت درخواست مقامات لبنان نسبت به بازسازی فوری مرفع بیروت از طریق صادرات خدمات فنی مهندسی ایرانی اقدام بکنیم. و نحن ايضا على استعداد كامل للمبادره من خلال الخبرات الفنيه والهندسيه الايرانيه للمساهمه فورا في اعاده بناء وترميم مرفع بيروت الذي دمر من خلال الانفجار الهائل الذي استهدفه. نحن على اتم الاستعداد للقيام بذلك في حال طلب الجانب اللبناني هذا الامر. دولت لبنان، مردم لبنان، ارتش و مقاومت لبنان نقش بزرگی در ایستادگی برابر جاه طلبی های رژیم صهیونیستی در منطقه دارند. و نحن نعتبر ان الجمهوری اللبنانیه ان لبنان الشقیق بشعبه بحكومته بجيشه بمقاومته لديه قدرة كبيرة على الوقوف بكل صمود وبطولة أمام أطماع الكيان الصهيوني وأمام الأخطار التي يشكلها وجود هذا الكيان. گرامی می‌داریم یاد شهدای مقاومت لبنان رو و ایستادگیشون رو در برابر صهیونیسم و تروریسم در منطقه. و نحن في هذا الاطار لا يسعنا الا ان نستذكر بكل احترام واجلال الارواح الطاهره المكرمه لشهداء المقاومه الكبار الذين بذلوا دماءهم الزكيه للذود عن هذا البلد الشقيق في مواجهه الصهاينه من جهه والتكفيرين من جهه اخرى. از همه شهدای مقاومت، از جمله شهید عماد مغنیه، از حمایت‌های شهید بزرگ مبارزه با تروریست و تروریست و صهیونیست سردار سلیمانی و همچنین ابو مهدی المهندس قدردانی می‌کنیم و یاد و خاطره این بزرگ مردان لبنانی، عراقی، عراقی، ایرانی و حوزه مقاومت رو گرامی می‌داریم. ونحن عندما نتحدث عن الشهداء الكرام لابد أن نستحضر الشهداء القادة الذين قادوا هذه المسيرة، مسيرة المقاومة الباسلة. نستذكر هنا روح الشهيد السعيد الشهيد عماد مغنية قائد المقاومة في لبنان، ونستحضر أيضا روح الشهيد القائد الفريق الشهيد قاسم سليماني رحمه الله، ونستحضر أيضا قائد الحشد الشعبي في جمهورية العراق الشهيد أبو مهدي المهندس. وأننا نعتبر أن هؤلاء الشهداء الكبار قد خطوا من خلال دمائهم الزكية طريق المحور المقاومة وصنعوا انتصاراتها من لبنان والعراق وإيران.
تمجید میکنیم از نقش لبنان در ایستادگی در برابر رژیم جعلی اسرائیل. و نحن نمجد و نثمن عاليا الدور الكبير والهام والبناء الذي يقوم فيه لبنان في مجال مواجهة العدو الصهيوني. از بیروت با صدای بلند اعلام میکنیم. نعلن هذا الآن بصوت عال من بيروت. ما یک کشور میشناسیم که فلسطین نام دارد. نحن لا نعترف إلا ببلد واحد اسمه فلسطين. و پایتخت اون قدس شریف هست. وعاصمة هذا البلد هو القدس الشريف. در گفتگو با مقامات عالی لبنان موضوع گفتگوهای منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفت. وفي جانب من اللقاءات ومن المحادثات التي أجريتها مع المسؤولين اللبنانيين المحترمين تطرقنا سوية إلى المفاوضات الإقليمية التي تخوضها الجمهورية الإسلامية في إيران. جمهورية إسلامية إيران گفتگو رو بهترین و مناسبترین مسیر برای همکاری‌های منطقه‌ای و خروج بیگانگان از منطقه می‌داند. الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر أن مسألة الحوار البناء ومسألة المفاوضات هي السبيل الأمثل والأكمل الذي يؤدي إلى خروج الغرباء من هذه المنطقة والذي يؤدي إلى حلحلة كافة المشكلات التي ما زالت عالقة في ربوع هذا الإقليم. ما به گفتگو باور داریم چه در موضوعات منطقه‌ای چه در موضوعات بین‌المللی و اون رو مناسب ترین مسیر برای حل مشکلات منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دانیم. نحن نؤمن بمبدأ الحوار إن كان في مقاربة الملفات الإقليمية وإن كان في مقاربة الملفات الدولية ونعتبر أن اعتماد هذا الخيار خيار الحوار هو الذي من شأنه في نهاية المطاف أن يساعد على حل الملفات الإقليمية والدولية على حد سواء. در گفتگوهای ایرانی و سعودی مسیر خوبی در حال طی شدن هست. فيما يتعلق بالمفاوضات الإيرانية السعودية هناك مجال جيد قطع هناك مسافة جيدة قطعت حتى الآن. در خصوص موضوع هسته‌ای ایران مذاکره رو به عنوان یک اصل قبول داریم. فيما يتعلق بالملف النووي السلمي الإيران نحن نعتبر بالمفاوضات كأصل. گفتگوهای مفصلی رو با همکار عزیزم وزیر محترم امور خارجه در این مورد داشتیم. وقد تحدثت بشكل مسهب مع زميلي العزيز معالي وزير الخارجيه اللبنانيه خلال هذا اللقاء حول هذا الموضوع. ما معتقد هستیم که مذاکره ای که حقوق و منافع ملت ایران رو تامین بکند مورد توجه ایران هست. نحن نعتبر ان المفاوضات التي تحفظ في نهايه المطاف الحقوق المشروعه والعادله للشعب الايراني هي المفاوضات التي تطمح اليها الحكومه الايرانيه. در صورت وجود نیت واقعی در طرفهای مقابل و بازگشت همشون به تعهدات، تهران هم به تعهدات خود باز خواهد گشت. و اذا كانت هناك نيه جديه وصادقه وحقيقيه لدى الطرف الاخر في مجال العوده الى هذه الاتفاقيه والى لتطبيق كافه الالتزامات والتعهدات التي كانت قد اخذتها على عاتقها، في هذه الحاله الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه لديها اتم الاستعداد للعوده الى مندرجات هذا الاتفاق. اما در این موضوع پیام‌های شفاهی امریکا ملاک نیست برای ما. ولكن في هذا الاطار نحن لا نعتمد الاشارات والمؤشرات الشفهيه التي تصل من قبل الامريكيين في هذا المجال. وعده‌های بدون عمل سه کشور اروپایی ملاک نیست. ايضا نحن لا نعتمد بالوعود الواهيه التي تطلق من قبل الدول الاوروبيه الثلاث في هذا المجال. ما بر اساس رفتار عملی طرفهای مقابل لغو تحریم ها بازگشت طرفهای مقابل به تعهداتشون عمل خواهیم کرد. المعيار الاساسي المعتمد من قبلنا هو لغو او رفع العقوبات وعودة كافة الأطراف إلى الاتفاق النووي، وفي هذا الإطار إذا ما تم هذا الأمر فنحن لدينا أتم الاستعداد للعودة إلى هذا الاتفاق. در توافق هسته‌ای إيران تنها کشوری است که تا آخرین لحظه به تعهداتش پایبند ماند و این روش رو در صورت رفتار متقابل طرفهای متقابل احیا خواهیم کرد. فيما يتعلق بالاتفاق النووي الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت الدولة الأكثر التزاما بمندرجات هذا الاتفاق.
الاتفاق، وفي حال عادت الأطراف الأخرى عن غيها والتزمت بمندرجات هذا الاتفاق، فالجمهورية الإسلامية الإيرانية على أتم الاستعداد للعودة إلى سابق عهدها في هذا المجال. شكرا جزيلا معالي الوزير، أبقى لإطالة الكلام. شكرا جزيلا. إذن مشاهدينا، تابعنا وإياكم هذا المؤتمر الصحفي المشترك بين وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب ونظيره الأردني حسين أمير عبد اللهيان. وكان عبد اللهيان وخلال لقائه رئيس مجلس النواب من عين التيني جدد تشديده على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. كان هناك تأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به المقاومة اللبنانية الباسلة في مجال التصدي للكيان الصهيوني، وقد أكدنا مرة أخرى لدولة الرئيس خلال هذا اللقاء الذي جمعنا به اليوم على الاستعداد الدائم والثابت للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال الوقوف إلى جانب الجمهورية اللبنانية الشقيقة داعمة ومعازرة لها في مقابل كل الصعوبات والمشكلات التي تعاني منها في هذه المرحلة. أيضا كان هناك تشاطر في وجهات النظر مع دولته على أن كافة الملفات والمشكلات الإقليمية ينبغي أن تحل على يد أهل المنطقة بأنفسهم، وقد قيمنا إيجابيا استمرار وتيرة المفاوضات الإيرانية السعودية، ونحن نعتبر أن وجود القوى الغريبة في ربوع هذه المنطقة هي العامل الأساسي الذي تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار. وفي بعبدة التقى أيضا الرئيس عون الدكتورة بيترا خوري لمناسبة تعيينها المديرة العالمية للصحة والعناية الاجتماعية في الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر الذي يتخذ من جنيف مقرا له، وتمنى لها التوفيق في مسؤولياتها الجديدة. جدول أسعار المحروقات لم يصدر اليوم، والتواصل مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط قائم، وهناك وعد بأن يصدر الجدول بالأسعار الجديدة غدا صباحا. للمزيد ينضم إلينا مستشار نقابة أصحاب محطات الوقود فادي أبو شقرة، أهلا وسهلا فيك. إذن تأخير صدور الجدول بدأ ينعكس سلبا على أصحاب المحطات وبالتالي على المواطنين أيضا، كيف يمكن تسيير أمور المواطنين اليوم مع تفادي عودة مشهد الطوابير؟ نحن فينا نأكد كموزعي محروقات وكأصحاب محطات أنه اليوم اللي عنده طاعة من أصحاب المحطات عم يسلم المواطن، ونحن لازم العالم تفهمنا أنه نحن ضد الأزمات، ونحن منظر الطوابير كثير بيأذينا وما بنحبه، بس الموضوع منه راجع لإلنا. نحن بالنسبة لإلنا صار امبارح بموضوع الجدول صار في تأخير لأنه معودين عليه شركات المحروقات او قطاع النفط ككل معودين يصدروا الجدول باتفاق سابق من فتره طويله من ايام الحكومات السابقه انه يصدر كل يوم اربعا، ما صدر الجدول صار في عندنا ارباك بالشغل وبالعمل. هلا اللي صار مضي مع امبارح، صار في عده اتصالات مع الوزاره ومع معالي وزير الطاقه، واتمنى وطلب معالي الوزير ونحن كمان نتمنى من الوزاره ومن معالي يكون في تعاون وما يكون في اي مشكله. الله، ونحن بجنب الحكومة لنمشي لقدام ما بدنا نرجع لورا. نعم. اليوم المحطات اللي عندها بضاعة عم بتبيح عم بتسلم، المواطن عم يستلم، واللي ما عنده شركاته ما عم بتسلمه، لا حول ولا. نحن بنتمنى يكون في تعاون وبنتمنى يكون في استمرارية. نعم. كمان إذا بتسمحي لي، في كثير اليوم مواقع في أخبار كثير عم تطلع عن أصحاب المحطات، أصحاب المحطات عم يكونوا ضحية. اليوم الرسمين لأصحاب المحطات ما بقى معه الرسمين، اللي كان معه 25 مليون ليرة يجيب 1000 تنكي، اليوم صار بده 200 مليون ليجيب 1000 تنكي، على طول عم تكون المحطات فاضية، منه نحن سببنا المشكلة بالبلد، ولا أصحاب المحطات اللي سبب 90 دولار بالبلد، لازم يفهمونا المواطنين، المشكلة مش عندنا إذا بتريدوا. يعني أستاذ فادي اليوم المحطات المقفلة اليوم هي بسبب يعني تفريغ مخزونة من البنزين؟ نعم، المحطات اليوم اللي عنده بضاعة ببيع، وبأكد لك هذا الموضوع،
وقوى الامن برامج على المحطات وزاره الاقتصاد عم تقوم بواجباتها. الموضوع مش هون، الموضوع لازم يكون في تعاون، ونحن مستعدين نتعاون لاقصى حدود مع معالي الوزير ومع الحكومه، المشكله مش عندنا. طب هل تلقيتوا وعد بصدور جدول الاسعار غدا؟ يعني صار الموضوع محسوم، وهل في معلومات مبدئيه كيف رح تتركب الاسعار الجديده؟ هذا القرار نحن بنتركه بايد معالي الوزير والمديريه العامه للنفط، نحن كنقابات ما لنا شغل، نحن بنتمنى برجع باكد لك الامور تمشي لقدام ما نرجع لورا. نعم. شكرا لك على هيدي المعلومات، مستشار نقابة أصحاب محطات الوقود فادي أبو شقرة. وكان عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج لبراكس كشف أن التواصل مع وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط قائم، وهناك وعد بأن يصدر جدول أسعار المحروقات غدا صباحا. وأشار في تصريح إلى أن المحطات تحت وصاية وزارة الطاقة وتتقيد بجدول تركيب الأسعار الصادر عن وزارة الطاقة، لافتا إلى أن المحطات التي لديها مخزون من البنزين تبيع المادة وفق الجدول الحالي، لكن الشركات لم تسلم المحروقات للمحطات، وتمنى أن يصدر الجدول غدا حتى تتمكن الشركات من تسليم المحطات تجنبا لإعادة مظاهر الطوابير التي شهدناها في الفترة السابقة، لافتا إلى أن هناك بعض المحطات مقفلة لأن ليس لديها مخزون. أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية أنها بحثت الجدول الزمني لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائي بين الأردن وسوريا لتوصيل الكهرباء للبنان، وأملت الوزيرة الأردنية في حديث إلى سكاي نيوز بتوصيل الكهرباء إلى لبنان بحلول نهاية العام الجاري. وكشفت وزيرة الطاقة الأردنية أن لبنان يسعى لتمويل خطة نقل الكهرباء من البنك الدولي، كما أكدت أن أي شركة ستعمل على ملف نقل الكهرباء للبنان لن تخترق قانون قيصر. أكد وزير المال يوسف الخليل أن أبرز مهام الحكومة وضع حد للانهيار الحاصل. كلام الخليل جاء خلال حفل اختتام مشروع دعم تحديث المديرية العامة للشؤون العقارية، حيث ثمن الشراكة اللبنانية الفرنسية لإنجاز هذا المشروع، شاكرا وزارة المال الفرنسية على دعمها المستمر للبنان. من المعلوم أن من أبرز مهام هذه الحكومة وضع حد للانهيار الحاصل من خلال مقاربات استثنائية للمعالجة المطلوبة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمعيشية الخانقة وما رافقها من انهيار العملة الوطنية والارتفاع الكبير في أسعار السلع، ولتطبيق خطة إنقاذية للبدء بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. كان لوزارة المالية تجربة مع البنك الدولي منذ أكثر من 22 عاماً World Bank، من خلال مشروع تنظيم وتحديد عمليات السجل العقاري، وقد استمر هذا النهج التطويري مع هذا المشروع لغاية يومنا هذا، وقد ساهمت هذه الشراكة بوضع قطر للمعاملات القانونية والتنظيمية والمؤسساتية المطلوبة، وذلك للانتقال إلى مرحلة التحول الرقمي في المديرية العامة للشؤون العقارية. إن مسار العمل في هذه المديرية يواجه عقبة أساسية، وهي الدمج بين النظم القديمة والحديثة معا. لذلك سنسعى في الوزارة مع الجهات الخارجية وأصدقائنا الخارجيين للدول المانحة للبدء بمشاريع مستقبلية من أجل تطوير الإدارات العامة في لبنان. أشار وزير الداخلية بسام مولوي إلى أنه يتفرغ لإنجاز التحضيرات التقنية واللوجستية لإجراء الانتخابات النيابية في الموعد الذي يحدده البرلمان، وإن كان يفضل أن تجري في 8 أيار 2022، أي قبل نحو أسبوعين من انتهاء ولاية المجلس النيابي الحالي في 21 منه. وكشف أنه صارح رئيس الجمهورية ورئيسي البرلمان والحكومة بأنه لن يتقدم شخصيا بأي تعديل يتعلق بقانون الانتخاب له طابع سياسي، إصرارا منه على التزام وزارة الداخلية بالحياد وعدم الانحياز لفريق على حساب آخر. ورأى مولوي أن لا مجال لتأجيل الانتخابات بعد أن التزمت الحكومة بإتمامها. وزير الخارجية أكد وزير
أكد أنه لا يمانع وزير الداخلية أكد أنه لا يمانع في إخضاع العملية الانتخابية لمراقبة دولية للتأكد من نزاهة إنجازها بالشفافية المطلوبة، خصوصا أن جميع من هم في الداخل أو في الخارج يتعاملون معها على أنها محطة لإحداث تغيير يستجيب لتطلعات الشعب اللبناني. وشدد على أن تعليق العمل بانتخاب المغتربين للمرشحين للمقاعد النيابية الستة المخصصة للمغتربين يتطلب تعديل القانون الحالي بما يسمح لهم بممارسة حقهم الانتخابي كما في السابق باختيار مرشحيهم لانتخاب 128 نائبا. فاصل ونتابع النشرة. أهلا بكم من جديد. كشف مسؤول إسرائيلي بارز فضل عدم ذكر اسمه عن وجود حساسية كبيرة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بنيت بشأن قضية المستوطنات، وأوضح المسؤول أن تلك الحساسية هي السبب في تعليق الموافقة على البناء والتخطيط الجديد للمستوطنات خلال الوقت الحالي. وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط بشكل غير معلن على الحكومة الإسرائيلية لإظهار ضبط النفس قبل اتخاذ قرار رئيسي بشأن بناء المستوطنات في الضفة الغربية. أعلنت شركة موديرنا عزمها إنشاء أول مركز في إفريقيا لإنتاج 500 مليون جرعة من لقاحات كورونا سنوياً. وكشف الرئيس التنفيذي لموديرنا أن استكمال البناء في المصنع والتحقق من صحته سيستغرق من 2 إلى 4 سنوات، وأشار إلى وجود تفاوت على مستوى العالم من حيث القدرة على تأمين لقاحات كوفيد-19، وستحاول موديرنا أن تسد النقص الموجود، ولم تختر موديرنا بعد الدولة الإفريقية لبناء مصنعها. مع هذا الخبر نصل إلى ختام هذه النشرة. للمزيد تابعونا عبر إنستغرام، فيسبوك وتويتر. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.